مساء الخير مشاهدينا الاعزاء، واهلا وسهلا فيكم وحلقه جديده من برنامجكم صحتك بالدنيا. راح نناقش اليوم في برنامجنا موضوع من اكثر المواضيع التي تؤرق السيدات، وهو الشعر الزائد. اين ومتى وكيف يبدا مشكله الشعر الزائد، ولماذا يجب ان نتوجه للعلاج، وارتباط هذا الشعر الزائد ببعض الأمراض العضوية، ومواضيع أخرى وأسئلة طبعا أخرى حول هذا الموضوع راح نناقشها مع ضيفنا العزيز لليوم الدكتور رياض مشعل. بنقول له مساء الخير. مساء الخير لك ولكل المشاهدين. طبعا احنا مشاهدينا قبل ما نبلش في حلقتنا ونبدأ في أسئلتنا وطبعا أسئلتكم اللي راح ناخدها على الهواء مباشرة، راح نشوف تقرير صغير ونعود لضيفنا العزيز. لنعرف كيف ينمو الشعر علينا معرفة مراحل نموه، والتي تبدأ بنمو الشعرة من بصيلات الشعر حيث تنمو وتدفع الشعرة القديمة للخارج، ويتغذى الشعر من خلال التروية الدموية للبصيلات. وتبدأ مراحل نمو الشعر بالمرحلة الأولى وهي مرحلة النمو، وتمتد هذه المرحلة مدة سنتين في فروة الرأس، بينما لا تتجاوز 45 يوما في مناطق الجلد الأخرى، ويزداد طول الشعر ليصل إلى سنتيمتر واحد في الشهر. المرحلة الثانية هي المرحلة الانتقالية، حيث يتوقف نمو الشعر في هذه المرحلة وتضمر البصيلة وتدفع الشعر باتجاه خارج الجذر وتستمر 20 يوما. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستراحة قبل السقوط، وتستمر 100 يوم في شعر فروة الرأس، حيث تستريح الشعر القديم قبل السقوط لتبدأ الشعرة الجديدة بالتكون في الجذر. ومع دخول الشعرة الجديدة مرحلة النمو يزداد طولها لتدفع بالشعرة القديمة خارج الجلد، وهكذا تتكرر المراحل. وتعتبر مشكلة الشعر الزائد من المشاكل المؤرقة خصوصا لدى السيدات، حيث ينمو الشعر في أماكن غير مرغوب فيها، وأسباب الشعر الزائد متعددة وكمية نموه مختلفة. دكتور رياض، مشكلة الشعر الزائد هي من أكثر المشاكل المؤرقة عند أي سيدة، صح؟ متى نبدأ بالحديث عن مشاكل الشعر الزائد عند أي سيدة؟ والله شوف، طبيا مفهوم الشعر الزائد بمعنى مرض الشعرانية يعني ظهور شعر سميك غامق اللون أسود، نعم، في مناطق غير معتاد على المرأة أن تظهر فيها ومن غير الطبيعي أن تظهر فيها، نعم، مثل ظهور الشعر في الشوارب، في الذقن، في اللحية، أعلى الصدر، أسفل البطن، أعلى الظهر، أسفل الظهر، المناطق الداخلية من الفخذين واليدين. هاي المناطق الحقيقة غير معتاد ظهور شعر فيها عند المرأة، فإذا ما ظهر في هذه المناطق بنقول على أنه المرأة تعاني من شعر زائد أو من زيادة في الشعر، يعني أنت أو مرض الشعري. أنت بتقول يعني أنه عدم ظهور، يعني هل المناطق اللي ذكرتها يعني أنه مش مفروض يطلع عندها بالمرأة يعني نهائي، ولا لا يعني في حد كل معين؟ كل امرأة في العالم بما فيها ملك الجمال العالم في عندها شعر، ولكن هذا الشعر كل السيدات بيطلع لهم شعر، ولكن هذا الشعر باهت، يختلف من امرأة إلى أخرى، ناعم على شكل وبر، ممكن يظهر كمان في الساقين، في الإيدين، هذا شيء طبيعي. كميته هل بتلعب دور في مرض الشعرانية أو ما يسمى بالشعر الزائد؟ كميته ولونه نعم. والمنطقة المصاب فيها. عشان هيك بنقول شعر العانة مثلا وتحت الأباط عند الرجل والمرأة هذا طبيعي، نعم. الشعر في الساقين واليدين عند المرأة هذا طبيعي، شايف علي؟ فإحنا بنحكي عن المناطق الغير معتاد اللي مش مفروض يكون موجود فيها. طيب يعني لما إحنا بنحكي معناته يعني مناطق مش مفروض يكون موجود فيها الشعر، فبالتالي إحنا بنحكي عن حالة مرضية. يعني انت عارف مشكلة زيادة الشعر او الشعر الزائد تسبب الحقيقة حالة نفسية رهيبة للمرأة، وحتى يأس، وحتى يعني حالة من الاكتئاب، وهي مشكلة جمالية ومشكلة اجتماعية للأسرة حتى، ومشكلة حتى اقتصادية إن شئت. الحقيقة حسب الإحصائيات والدراسات بتقول على انه العامل الرئيسي في زيادة الشعر
هو في عند كتير من الشعوب هو عامل جيني وراثي. نعم. عشان هيك بنلاحظ على خد مثلا إحصائية بتقول على أنه 20-25% من النساء في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بيعانوا من زيادة في الشعر. نعم. أو شعر زائد. بينما بدك لو نروح على الصين على سبيل المثال واليابان بنلاحظ على انه النسبه ادنى بكثير من النسبه الموجوده في الشرق الاوسط. النسبه الموجوده في الشرق الاوسط مرتبطه بالوراثي ولا مرتبطه بالطقس بعامل وراثي وراثي جيني الحقيقه. نعم. و اثنين احنا بنلاحظ على انه في زياده في معدلات النساء اللي بيعانوا من زياده في الشعر بازدياد انتشار مرض السكري الحقيقة بسبب عدم تفاعل الجسم الحقيقة مع مادة الإنسولين. نعم. طيب إيش الأسباب عادة طالما أنه إحنا 20-25% من سيدات منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط خلينا نقول وإحنا جزء من حوض البحر الأبيض المتوسط اللي بيعانوا من هاي المشكلة، ما هي الأسباب اللي بتكون عادة؟ حكينا عن العامل الوراثي، هل هناك أسباب أخرى تؤدي؟ يعني يبقى إحنا بنحكي عن ظاهرتين. نعم. الظاهرة طبيعية. نعم. اللي هو سببها الوراثي الجيني. نعم. العرقي. نعم. وظاهرة مرضية. الظاهرة المرضية مرتبطة بخلل في هرمون الذكورة التستوستيرون. بمعنى إما زيادة في نسبة هرمون التستوستيرون هرمون الذكورة في الجسم، وإما الحقيقة الزيادة في حساسية بصيلات الشعر تجاه حتى المعدلات الطبيعية للتستوستيرون في الجسم. نعم. شو هي الأسباب اللي بتؤدي الحقيقة لزيادة هرمون الذكورة في جسم المرأة؟ أول سبب حقيقي بس قبل ما نحكي بدنا نأكد على أنه التستوستيرون هو هرمون ذكوري ولكن موجود عند السيدات وهرمون الذكورة موجود عند السيدات طبيعي بنسبة أقل بكثير. نعم. ولكن له قيمة صحية مهمة عند المرأة لأنه يقوي عضلاتها. نعم. بيقوي عظامها وأيضا هو عامل مهم الحقيقة في التوازن الرغبة الجنسية عند المرأة. نعم. نعم. لما نروح على موضوع الأسباب اللي بترفع التستوستيرون دكتور رياض، الحقيقة في مجموعة من الأسباب. نعم. ومن هون أنا بدي أقول على أنه مشكلة زيادة الشعر هي مشكلة طبية وهي بحاجة إلى علاج طبي وبحاجة إلى إشراف طبي. أول سبب رئيسي من الأسباب زيادة هرمون الذكورة التستوستيرون عند المرأة هو وجود تكيس في الموبايل. تكيس اللي الموبايل. إحنا بنسميه بوليسيستيك أوفري. نعم. والآن الحقيقة علميا غيروا حتى الاسم حديثا وصار اسمه إيديوباتيك ريبرودكتيف سيندروم اللي هو يعني مرتبط بوصف أدق للحالة اللي هو خلل هرموني في عمل المبايض. ولكن هو التكيس في المبايض. تكيس في المبايض. نعم. والسبب الثاني الحقيقة كسل في عمل الغدة الدرقية. ثلاث وجود أورام الحقيقة في الغدة الكظرية أو الغدة فوق الغدة فوق الكلوية. نعم. أنت بتعرف على إنه هرمون التستوستيرون يعني يفرز في جسم المرأة من المبايض أو من الغدة فوق الكلوية. فإذا ما كان هناك أورام في الغدة الكظرية فوق الكلوية هذا يؤدي إلى زيادة في نسبة التستوستيرون في جسم المرأة. أيضا إذا كان في هناك ارتفاع الحقيقة في هرمون الحليب، هرمون الحليب إذا كان مرتفع هذا بيشير إلى خلل في عمل الغدة النخامية. هذا بيتطلب فحوصات الحقيقة، قد نلجأ إلى سيتي سكان للرأس من أجل فحص الغدة النخامية ومعرفة شو فيها الحقيقة من تغيرات. نعم. أيضا هناك بعض أنواع الأدوية تؤدي إلى زيادة الشعر عند المرأة مثل تناول الكورتيزون، مضادات الاكتئاب، مضادات الصرع، أدوية الضغط، هاي كلها الحقيقة تؤدي إلى زيادة الشعر. نعم. الكورتيزون سواء كان موضعي أو عن طريق الفم أو عن طريق الوريد. نعم. يؤدي إلى زيادة الشعر. فالموضوع موضوع شائك. صحيح. ومعقد. وأنا في رأيي على أنه لازم يكون في هناك ثلاثي طبي بشرف على المرأة التي تعاني من زيادة في الشعر في جسمها. هذا الثلاثي الطبي بيشمل طبيب غدد صماء وبيشمل طبيب أمراض نسائية وبيشمل طبيب جلد.
الثلاثي هذا لازم يعملوا مع بعض وبالتوافق من أجل الوصول إلى سبب زيادة لتشخيص الشعر. تشخيص بدون الحصول دقيق. نعم. والوصول لسبب زيادة الشعر عند هاي المرأة أو تلك المرأة، كل الإجراءات المتبقى رح تكون على الفاضل. طبعا احنا مشاهدينا لما بنحكي عن موضوع عن الشعر الزائد عند السيدات بنرجع وبنأكد على ما تفضل فيه الدكتور رياض بانه قد يكون هناك مناطق يبرز فيها الشعر عند السيدات، ولكن كميته والاماكن تواجده هي اللي بتحدد اذا كان هناك مرض الشعرانية، وعادة ما يكون مرتبط هذا اما بالعامل الوراثي واما بعوامل مرضية نتيجة ارتفاع هرمون الذكور. طبعا احنا بنحب مشاركتكم معنا وبنفضل انه او يعني ياريت تتواصلوا معنا من خلال سواء الفيسبوك او ارقام هواتف الاستوديو اللي تظهر امامكم على الشاشة والاتصال، وراح نحاول نجاوبكم على كل اسئلتكم ان شاء الله. ارقام الاستوديو امامكم الان على الشاشة، بامكانكم الاتصال والتواصل معنا. دكتور رياض، متى تبدأ عادة يعني بنلاقي الصبايا الصغار بسن 13 و14 يبدأ الشعر في الظهور، وتبدأ هون معاناة البنت الصغيرة ولظهور هذا الشعر، كيف احنا بدنا نوجههم؟ كيف بدنا نقول انه البنت هي عندها مشكلة في موضوع الشعر الزائد ام لا؟ شوف، هو الحقيقة كل مكان التشخيص مبكر، نعم، كل ما كانت النتائج العلاج افضل. صحيح. ليش؟ لأنه إحنا بنمنع إنه الشعرة تصير سميكة، وبنمنع إنه الشعر يكون كثيف، وبالتالي كل ما كان العلاج في سن أبدر في سن مبكر كل ما كان نتائج العلاج أفضل. قبل ما نحكي عن العلاج بدنا نشخص شو السبب الرئيسي. حتى لو كان عمرها 12 و13 سنة و14 سنة لازم التوجه للطبيب من أجل إجراء فحوصات. إجراء الفحوصات في هناك هرمونات يجب أن لازم نعملها، وهي الهرمونات مش بشكل عشوائي. لازم نعمل فحص لهرمون التستوستيرون، لازم نعمل فحص لهرمون الحليب لـ17 هيدروكسي بروجسترون، وهذا الفحص لـ17 هيدروكسي بروجسترون لازم ينعمل الساعة 7 الصبح ما بين اليوم الثاني واليوم الخامس للدورة الشهرية. لازم نعمل فحوصات للغدة الدرقية، لازم احيانا نلجا لفحص تلفزيوني للمبايض، احيانا نلجا سيتي سكان حتى للجسم وللبطن. يعني الفكره، وبالتالي يعني كل ما توجهت الام ببنتها مبكرا كل ما حققنا نتائج افضل. نعم، بمعنى انه احنا بندور على السبب الرئيسي اللي خلف موضوع في الشعر الزائد. هل ممكن يكون الشعر الزائد هذا دكتور يعني مش مرتبط باي عامل عضوي؟ يعني حكينا عن العامل الوراثي. نعم. يعني هل هون برضو بنبلش نبحث عن أسباب؟ بالضبط. نعم. شو هي الأعراض اللي لازم تلفت نظر الأم أو تلفت نظر الست؟ بالزبط. الحقيقة أولا إذا شعرت على أنه في شعر عم بيطلع لها فجأة في مناطق ما كانش يطلع فيها، إذا شعرت على أنه الشعر عم بنمو بشكل كثيف وغزير وبسرعة، إذا شعرت على أنه في تغير في الصوت، إذا شعرت على أنه في تغير في الكتلة العضلية الحية في جسمها، إذا شعرت أنه في هناك اختلال في الدورة الشهرية، إذا شعرت على أنه في زيادة في وزنها وبتبذل جهود جبارة من أجل إنقاص وزنها ومش قادرة تنقص وزنها، لا. إذا كان في هناك الحقيقة حب شباب وشعر في الوجه وتساقط شعر فروة الرأس مع كلف، هاي بنسميها متلازمة ساهة، لازم فورا التوجه للطبيب. فمجموع هاي الأعراض الحقيقة كلها لازم تلفت نظر الأم وتنتبه لها الست وتتوجه للطبيب. التشخيص يبدأ من عند الطبيب لتحديد السبب وبيضع خطة علاجية. الخطة العلاجية تتضمن علاج هرموني وممكن لاحقا استخدام الليزر. نعم، ولكن طبعا بالأساس مشاهدينا يجب أن نستوقف ونقف عند السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى ظهور هذا الشعر الزائد، لأنه التشخيص بحد ذاته هو أهم نقطة بالعلاج، لأنه إذا تخلصنا من المشكلة الرئيسية ممكن نتخلص من فيما بعد من مشكلة أو نتائج هذه المشكلة الرئيسية وهي الشعر الزائد. معنا مجموعة من الاتصالات، نأخذ أول اتصال. محمد من نابلس، مساء الخير. مساء الخير. مسعد مساك يا محمد.
بدي بس اسال الدكتور بعد اذنك. تفضل. عندي بنتي عمرها 10 سنين. نعم. اللهم صل على النبي. اول ما اجت كان عندها كثافه شعر، بس يعني مع الوقت بعد ما صار عمر 10 سنين تقريبا خف الشعر نسبه كبيره عن الايدين والاجرين. هلا حسب ما بقول الدكتور انه طبيعي السيقان والايدين يكون صحيح. بس في على الظهر في كميه يعني موجود، او على الرقبه هيك من ورا. ما بعرفش كيف، وبزول مع الوقت مع انها تكبر ولا له علاج ولا. هلا عمره 10 هلا عمره 10 سنين وخف بنسبه كبيره يعني. بس لونه، لون الشعر هذا غامق يعني؟ اسود غامق. اسود، نعم. ماشي، بتقلي الصورة واضحة. ناخذ اتصالات تانية. أيوة. نعم، شكرا لاتصالك محمد، وراح نجاوبك على سؤالك. هدى من رام الله، مساء الخير يا هدى. مساء النور، يعطيك العافية. يسعد مساك يا أختي. بدي أسأل أنا. تفضلي. عندي يعني شعر بشكل عام زي عندي شعر زيادة في الوجه. نعم. بس بشكل عام اتجهت للليزر عشان أشيل الشعر الموجود في الإيدين والرجلين كمان. ولما كنت هناك اخترت إني أعمل ليزر لكل الجسم، يعني المناطق الخفيفه كمان زي الرقبه والظهر. لكن بعد فتره لقيت انه الشعر بطول في هاي المناطق وصار اكثر من اول. وصار اكثر من اول اللي هم المناطق اللي كان فيها الشعر خفيف اصلا. نعم. قديش عمرك يا هدى؟ 30. 30 سنه. اوكي. فبدي اعرف هل انا صار عندي صراحه فقدت نوعا ما ثقه في المركز اللي انا بتوجه له، وفي مراكز ثانيه بتحكي انه هذا ما كانش مفروض اصلا يتم علاج الليزر للمناطق الشعر فيها خفيف. ممتاز. بس انا سؤالي لحضرتك من غير ما بدي تذكري، وبحبش انك تذكر اسم المركز، بس هل المركز هذا مركز طبي قائم عليه طبيب ولا مركز تجميل؟ لا بس ما اعرف صراحه عن طبيب فيه. لا ما فيش مركز طبيب. تجميل. اوكي، شكرا لاتصالك، وراح نجاوبك، وسؤالك مهم جدا لانه هو سؤال محوري في حلقتنا لليوم. مها من رام الله، مساء الخير يا اخت مها. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا اختي. بدي اسال الدكتور خالد. دكتور رياض، تفضلي. بدي احكي له بس انه عندي شعر زائد، انا مش بس يعني في منطقه معينه. نعم. بكل الجسم. نعم. وشعر زائد يعني كثير، يعني كميه كبيره. كثير يعني. وين قديش يعني عمرك؟ 32. 32. يا ترى حضرتك متزوجه يا اخت مها؟ لما كنت تراجع عند طبيب النسائي والتوليد عمره قال لك في عندك مشكله معينه؟ لا لا لا. طيب ايه بدك تسالي شو الحل؟ صح. وبعدين مش بدي احكي للدكتور شغله، بس يعني انه صحيح في الجسم كله شعر زائد، بس شعر راسي كثير خفيف وبتساقط يعني. نعم. وشعر يعني هو بجسمك كثير بس في راسك بتساقط. نعم. حب شباب في عندك حب شباب بسالك الدكتور؟ لا. نعم. كلف. تفضل دكتور. عندك كلف يا اختي؟ خفيف مش كثير، على وجهي بس يعني. شكرا لاتصالك. ومعنا مين كمان يا اخوان؟ ام عبد الله. ابو عبد الله من الخليل، مساء الخير ابو عبد الله. الله يسعد المساء. يسعد مساك، سؤالك. دكتور كيف حالك؟ الله يخليك يا رب. سؤال صغير اذا ممكن. تفضل. زوجتي بطلعش شعر تحت الابط. هذه بس سؤال يعني. بطلع؟ لا ما فيش شعر تحت الابط. ماشي ماشي، شكرا لاتصالك. حياك الله. معنا هناء من غزة، مساء الخير يا هناء. مساء النور. تفضلي يا هناء. لو سمحت، انا عندي الشعر بينمو بس ضعيف جدا بالعكس. نعم. وبعدين بيطلعش، بضلوا يعني تحت الجلد وبكون صديد حواليه. شعر وين يعني تقصدي، جسمك ولا وجهك؟ عفوا ولا لا، في الجسم، في الجسم بشكل عام، خصوصا منطقه الرجلين. بيعمل احمر، بكون صديد حواليه. نعم. بتحب تسالي؟ ما بطلعش، بضل تحت الجلد وبكون صديد. شكرا لاتصالك يا هناء. مين معنا كمان يا اخوان؟ ناصر من جنين، مساء الخير يا ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ناصر، اطلب منك شغله، وطي التلفزيون واسمعنا من التلفون وسؤالك. تفضل. تفضل. احكي؟ نعم تفضل، بنسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فيك هذا دكتور. الله يعافيك يا رب، تفضل. لو سمحت بغلبك بدي اسالك. تفضل. ماشي ماشي. لو سمحت بعد اذنك يعني. تفضل. بدي اسالك، الصبغه
ناصر اسمعنا من التليفون صديقي وسؤالك بشكل مباشر. تبغى بالديزل الشيب ولا يعني تتسبق زياده؟ قديش عمرك؟ قديش عمرك؟ عمري 40. سؤالك مفهوم، راح نجاوبك على سؤالك بخصوص الصبغه يا اخ ناصر. شكرا لاتصالك. شكرا لك. مين معنا كمان؟ ام عبد الله من جنين. مساء الخير يا ام عبد الله. اهلا. يسعد مساكي يا اختي، تفضلي سؤالك. في بوجهي مشكلة زي فروق شمس. ألو، بسمع فيكي يا أختي، تفضلي. أهلين مساء النور. بدي أسألك، في عندي في وجهي أنا بشرة دهنية، فحكوا لي يعني مركز دكتورة حكت لي إنه هذا يعني مع إشعاع الشمس صار حرق شمس. نعم. فهاي انا تعالجت لها كثير وكريمات وشغلات طبيعيه كثير وإشي، الا ظل انها دور الطبع الثاني بوجهي. قديش عمرك يا اختي؟ انا فوق ال 45. فوق ال 45؟ طيب السؤال اللي لك، يعني البقعتين لونهم احمر؟ لا داكن شوي. يعني داكن حوالين العين؟ لا مش عند العين، في الوش، في الخدود. في الخدود؟ ما هو يعني في الخدود، يعني بتقصدي هون ولا هون؟ في الخدين. ماشي، شكرا لاتصالك مع عبد الله، راح يجاوبك الدكتور. معنا كمان اتصال، معاذ من الخليل. مساء الخير يا معاذ. معاذ. طيب اياد من جنين. مساء الخير يا اياد. تفضل يا اخي اياد. بنتي والله لو سمحت، بنتي في ظهرها حاب والدكتور اعطاها. طيب ناخذ اتصال كمان. مين معنا؟ طيب احنا نحاول نجاوب الاسئله وبعدين ناخذ اتصالات، لانه صار معنا كم كبير من الاتصالات. طيب اخر اتصال عشان خاطر المخرج ما يزعلش علينا. قصي من جنين. مساء الخير اخ قصي. قصي مساء الخير، تفضل سؤالك. تفضل يا قصي. الو. الو مساء الخير يا قصي. مما بدنا نشارك البرنامج. تفضل احنا معك وعلى الهواء انت وسؤالك. لو سمحت بالله عشان الشعر. ماله؟ بطلعش كان العمر صغير، شو السبب على الراس؟ قديش العمر؟ قديش العمر يعني؟ 23. بيطلعش على الراس يعني انولدت ما بيطلعش على شعرك، على راسك شعر؟ لا لا اطلع اطلع اطلع، بس له علاج انه يطلع الشعر. بدك يعني انت، معلش قصي، انت يعني كان عندك شعر تساقط الشعر وصرت اصلع زي هيك مثلا، اوكي؟ ايوه. وبدك الشعر يطلع من اول وجديد؟ ماشي. شو لو في حل؟ كان انا لقيت حل وطلعت لحالي شعر يا قصي. ماشي، شكرا لاتصالك يا اخ قصي. نحاول نجاوب يا اخوان، بلاش ناخذ اتصالات حاليا. محمد من نابلس كان بيسال دكتور على انه البنت عمرها 10 سنوات وعنده يعني عندها كثافه بالشعر وبلش يخف، ولكن ما زال في عندها على الساقين والرجلين والظهر. يعني انا بنصح الاخ محمد بضروره التوجه لطبيب اختصاصي غدد. نعم. من اجل انه يقوم طبيب الاختصاصي الغدد باجراء الفحوصات الضروريه الحقيقه لبنته لمعرفه سبب وجود هذا الشعر. احيانا قد يكون السبب طبيعي، هو بقول خف عن اول وبالتالي يعني ولكن في هاي الحالات يجب الفحوصات بنعملها لاستثناء وجود ورم. نعم. حتى او مرض او مرض بهدف الحفاظ على الصحه، على نعم. صحتها يعني، ومن نعم. اجل تدارك اي مشاكل مستقبليه. فمحمد اذا تسمح لنا بس دكتور محمد، توجه الى اقرب طبيب غدد، ليس من مش من خوفك بس من عشان تستثني اي شيء. اذا كان ما في اي شيء يبقى الامور ماشيه في الطريق السليم والبنت يعني وضعها تمام التمام. هدى من رام الله بتحكي انه عندها هاي شو شغله الليزر دكتور، يعني زياده في الوجه، وكان في عندها شوي يعني على الايدين، فراحت قررت تعمله كله، وبعد ذلك بلش يزيد وكميته تزيد، وطبعا هي متوجهه بدون استشاره طبيه. هذا الموضوع في غايه الاهميه. نعم. وانا بعتبره موضوع استراتيجي في طب الجلد التجميلي في فلسطين ولصحه المراه في فلسطين. احنا نص ساعه بنتحدث عن الشعر الزائد
وأسباب الشعر الزائد وتشخيص الشعر الزائد، وعملية يجب أن يشرف عليها فريق ثلاثي من 3 أطباء. نعم. طبيب غدد صماء، طبيب أمراض جلدية، طبيب نسائية. الموضوع موضوع طبي الحقيقة. إذا كانت المشكلة هرمونية عند الست، لو عملت 1000 جلسة ليزر إلى ما لا نهاية جلسات ليزر طالما مش معالج السبب، طالما مش معالج السبب ستبقى المشكلة. بالتالي لازم معرفة السبب. الحقيقة في دراسات جديدة عم بتقول على إنه مرات كتير الليزر له أثار جانبية، بيطلع شعر في منطقة تانية مش مفهوم ليش. ولكن من حيث المبدأ أنا بقول للأخت الليزر لا يزيل الشعر الناعم والأشعر والوبر، لا يزيله. عشان هيك يعني هذا إجراء عبثي وتجاري محض. أي نعم. ست بتحاول إنه تعمل جلسات ليزر لإزالة شعر ناعم وباهت اللون، هذا نعم. مضيعة للجهد والوقت والمال. نعم. وهذا هذا شيء الحقيقة تجاري. عشان هيك أنا بحذر الحقيقة من الإعلانات والدعايات اللي قاعدين بنشوفها على التلفزيونات وعلى الراديوهات وفي المجلات، إنه في 5 جلسات نحل لك سيدتي مشكلة الشعر الزائد، بجلسة واحدة نحل لك مشكلة الزائد، عروض لإزالة الشعر الزائد بالليزر وإلى آخره. نعم. في مراكز التجميل. فكل هذا غير مش معتمد على 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 أساس طبي سليم. ما فيش أي أساس طبي الحقيقة. نعم. أنا الحقيقة بستغل هاي الفرصة واليوم برنامجنا لحسن الحظ وزير الصحة الدكتور جواد عواد هو أخصائي أمراض جلدية. ولحسن الحظ أكثر الدكتور كمال الشخرة استشاري الأمراض الجلدية. نعم. أيضا هو مدير عام الرعاية الصحية الأولية في فلسطين. عشان هيك أنا بقول على أنه هاي فرصة وصرخة في هذا البرنامج بواجهها إلهم الحقيقة وللمسؤولين في وزارة الصحة من أجل وضع قوانين تخدم صحة المواطن وتدافع عن حق المواطن في تلقي خدمة صحية صحيحة. صحيح. وفي وضع معك. قوانين لترتيب هاي المسألة. لأن ولكن أنا دكتور أنا بدي أختلف معك يعني كل الاحترام للي ذكرتهم، ولكن أنا أعتقد أنه أن نرفع مستوى الوعي المواطن ونوجه التوجه الصحيح هو الأفضل من أنه إحنا نوضع قوانين. إحنا بننتهي برضو أنا بدي أضم صوتي لصوت الدكتور رياض وأقول مراكز التجميل احنا مش ضدها ولا ما إن مواقف مسبقة منها اطلاقا، ولكن نحن نتحدث عن مرض. المرض هو بحاجة الى طبيب لتشخيص. في البداية بنشخص زي ما تعودنا دائما بنشخص وبعدين بنعالج. ما بنفع انه نروح على مركز التجميل ونبلش نشيل الشعر وفي عنا سبب كامن. قد يكون في زي ما تفضل الدكتور رياض، قد يكون في بعض الامراض الداخلية، قد يكون بعض الاورام الموجودة اللي هي سبب في وجود هذا الشعر، قد يكون في مشكلة في الغدة الدرقية. طب شو الفائدة؟ شلنا الشعر اليوم وبعدين ما حليناش المشكلة. شوف الرياض هو الحقيقة مجرد وجود ترويج دعائي. نعم. لفكرة ممنوع. إزالة الشعر ممنوع. هذا معنى إنه الست رايحة ل يعني ل على الكوافير. على الكوافير. نعم. أنا بحب أقول لك على إنه في يعني الليزر علم. صحيح. هذا علم هائل وكبير. نعم. هناك الحقيقة 4 أجهزة. أنا بحب أحكي شوية عن الليزر عشان يعرف المواطن أنه مش أي ليزر ممكن يعالج الشعر الحقيقة. نعم. إحنا رح نيجي لموضوع الأنواع الليزر اللي ممكن نستخدمها دكتور، بس عشان نعم. ناخد نجاوب على الأسئلة بشكل سريع. مها من رام الله كانت تحكي عن شعر زائد وكثيف جدا في الجسم وشعر الرأس بتساقط وعندها شوية كلف وجهها، شو لازم تعمل؟ فورا عليها أنه تتوجه لطبيب أمراض نسائية. نعم. طبيب غدد، طبيب أمراض جلدية. نعم. من أجل إجراء الفحوصات الضرورية لمحاولة معرفة السبب ووضع خطة علاجية. الخطة العلاجية قد تتطلب علاج هرموني وبعد 6 شهور عادة. نعم. العلاج الهرموني بنبدأ بالليزر. نعم. يعني الليزر المناسب لبشرتها. نعم. يعني ولطبيعة الدكتور الشعر عندها. الدكتور أكد على شغلة مهمة جدا لازم نرجع. شوف كيف أنت بلشت طبيب 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 في البداية قبل ما نروح نعمل لا ليزر ولا اي شيء. لازم نعالج. انا حتى ما قلتش انه المايسترو لا يملك هو طبيب الجلد. نعم. المايسترو هم 3. نعم. لازم يتعاونوا مع بعض بروح زماله وبروح علميه حقيقيه لخدمه المريض. الاخ ابو عبد الله من الخليل كان بيسال انه زوجته بيطلع لهاش تحت الابط شعر،
يعني اعتقد هذا يعني شيء جيد. يعني مش حاله مرضيه يعني ولا اي شيء. ما لنا ابو عبد الله هذا شيء كويس، فبالتالي ما فيش خوف. هناء من غزه كانت تحكي على انه ما في عندها نمو زائد للشعر، ولكن بويصله الشعره بتكون بتعمل مدي، شو المشكله؟ الحقيقه في مجموعه من الامراض الحقيقه الجلديه الوراثيه. نعم. في مرض الحقيقه بنسميه كيراتوزس بينولوزوس. هذا حاله وراثيه الحقيقه، واحيانا ممكن يكون التهابات الحقيقه نتيجه ازاله الشعر، فهي بحاجه الحقيقه انه تشاور احد الزملاء في غزه وراح يساعدها يعني. اكيد عليك مراجعه احد الاخصائيين او الاستشاريين في امراض الجلديه من اجل التشخيص يا اخت هناء. بالنسبه لناصر من جنين كان بيسال هل الصبغه بتزيد من الشيب دكتور؟ لا، هو لما الواحد يضايق من الشيب ويبدا يصبغ شعره، هي عمليه ظهور الشيب عمليه متدحرجه، فهو بيصبغ اليوم بكون في عنده مثلا 100 شعره. نعم. فبعد شهر او شهرين بيضطر يصبغ فبصيروا 120. بس مش الصبغه هي السبب، هذا ظهور شيب تدريجي الحقيقه. ما نعم. له علاقه فعلا. عشان هيك تخلصت من الشيب فشلت كل الشعر عشان الشيب وغير الشيب. احسن شيء. عشان نعم. هيك سالتك انا قبل نعم. الحلقه انه انت بتقيم شعرك بالشفره ولا انا انا يعني انت انا شعري كثيف اصلا، انا بدي يعني احاول اعمل زيك. شعري كثيف في راسي بس عشان اللوك يعني. اوكي. ام عبد الله من جنين كانت بتحكي عن انه في عندها بقعتين بوجهها دكتور، وحكولها انه هذا طبعا جلدها، او بتقول انه يعني بشرتها دهنيه، وحكولها انه هذا ناتج عن الحروق الشمسيه. يعني هي الست الحقيقه حكت عن كمان شغله، حكت عن استخدامها لاعشاب. يعني اذا حاولنا نفتح الانترنت بنلاحظ على انه عشرات الوصفات لازاله الشعر بوصفات شعبيه. بنلاحظ عشرات الوصفات الشعبيه من اجل ازاله الكلف، عشرات الوصفات نعم. الشعبيه من اجل ازاله نعم. حب الشباب، وكل هذا تخريف في تخريف ليس لها اي قيمه. وممكن تخرب بالمناسبه. اللي بقول على انه مشكله الكلف هي مشكله مزمنه الحقيقه، وهو التهاب مزمن الحقيقه في البشره يؤدي الى زياده صبغه الميلانين بدرجات مختلفه باعماق مختلفه، وبالتالي هي بحاجه لعلاج طبي. علاج طبي. نعم. بحاجة لاستخدام واقيات شمس، بحاجة لاستخدام علاج طبي حكيم الحقيقة وطويل المدى. نعم. ما تتوقعش نتائج سريعة. نعم. برضو هون أنا بستوقف ومن كلام الدكتور ريادو بقول يعني إحنا بنقول على كل ست بيطلع في يعني في جسمها شعر التوجه إلى الطبيب، مش كل واحدة طبعا يعني، لما بنقول على مرض الشعرانية يعني في شعر زائد، أما ست بيطلع لها على رجليها أو على إيديها شعر طبيعي وخفيف وما فيش اي مشكله فيه، يعني تقدر تشيله بالطريقه اللي بتحبها. احنا بنقول على الحاله المرضيه لما يبلش يظهر في الوجه، في الصدر عند السيده، والبطن والظهر، ويبدا الظهور بكميات كبيره، يجب التوجه الى الطبيب من اجل التشخيص قبل ما نروح على مراكز التجميل. وان كان ما في داعي اصلا نروح مراكز التجميل، رح يزعلوا علينا، دير بالك. مش مشكلة. صحة المواطن، صحة المواطن قبل كل شيء، ومصلحة المواطن فوق أي اعتبار. نعم دكتور، كان أنا معي سؤال كمان على الفيسبوك، تسألنا إحدى الأخوات أنه عمرها 17 سنة وتعاني من نمو الشعر في منطقة البطن والظهر، وهل هذا طبيعي أم هي بحاجة إلى زيارة طبيب؟ شعر كثيف على الساقين والأيدي والمناطق الأخرى. لا، هذا مش طبيعي. مش طبعا. هذا هو الشعر الزائد اللي احنا تحدثنا عنه، اللي هو يعتبر ظاهرة مرضية، انعكاس لاضطراب هرموني، بحاجة نعم. لعلاج، بحاجة للتوجه لطبيب لإجراء الفحوصات من أجل تحديد السبب. نعم. احنا كمان نعم. بالمناسبة عند هاي الست ولكل الستات اللي بيعانوا من زيادة في الشعر، العلاج سهل. العلاج سهل هرمونيا وبعد ذلك بالليزر، وحتى في هناك الآن كريم نستخدمه مع جلسات الليزر، كريم موضعي نعم. بنسميه فلورنيتيدين، مرتين في اليوم حتى أثناء جلسات الليزر، هذا بيساعد كثير الحقيقة في تخفيف نمو الشعر. نعم دكتور، لما يعني لما نحكي عن الشعر بشكل عام، متى يعني أنت بتنصحه كأطباء جلد يعني بشكل عام متى يجب الناس الصبيه او الست تبدا بشيل الشعر؟ هل اذا اعطيناه فرصه انه يطلع اكثر
فرصة أفضل ولا أنا بحكيش على الشعر الزائد بحكي بشكل عام الشعر الطبيعي الشعر الطبيعي في اللحظة اللي بتشعر فيها الست أو البنت نعم. إنها متضايقة من الشعر تبدأ تيم طيب. سؤال أسئلة سريعة هلا عشان وقتنا وإجابات سريعة شو أفضل طرق لإزالة الشعر قبل ما نحكي عن الشعرانية ما فيش طريقة أفضل من الأخرى بدك تأخذ بعين الاعتبار على إنه الهيئة طرق إزالة الشعر نعم لم يطرأ عليها تطور أو ثورة إلا خلال آخر 20 سنة يعني نفس الطريقة اللي استخدمتها المرأة قبل 10,000 سنة هي نفس الطريقة هي نفس الطريقة اللي تستخدم حتى الآن مثل الحلاوة أو الوكس أو غيره نعم. عشان هيك بقول ما فيش طريقة أفضل من الطريقة الثانية الطريقة في نساء كتير بقول لك أنا الوكس ما بحبه أنا بحب مثلا الماكينة أنا برتاح الماكينة أكثر من الوكس أنا بحب مثلا الحلاوة أكثر فهي حسب ما بتستريح وبيتجاوب جسمها الحقيقي شيل الـ 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 الشعر بشكل منتظم يعني في سؤال معي على الفيسبوك هل يؤدي إلى زيادته وأنه يأخذ لون أكثر لا طيب نحكي عن الشعرانية هلأ أيوه متى نبدأ العلاج يعني تم التشخيص أنه ما فيش أي مشكلة عند السيدة يعني عضوي ونبدأ بطرق العلاج ما هي الطرق الموجودة إذا كان هناك مرض عضوي مفهوم إحنا بنعالج المرض العضوي أولا يعني في أربع طرق نعم. اللي هي طرق إزالة الشعر الكلاسيكية اللي حكينا نعم بنفع برضو واكسينج شيفينج حلاوة إلى آخره هاي نعم. طريقة نعم. الطريقة الثانية اللي هو اللجوء للليزر ولكن الليزر عند طبيب مختص الحقيقة نعم. ليش؟ لأنه زي ما قلت لك في هناك أربع أجهزة تستخدم لإزالة الشعر حتى هاي اللحظة بالليزر نعم. الجهاز الأول اسمه ألكسندرايت الألكسندرايت هذا خصوصي الحقيقة للست اللي عندها شعر والست اللي بشرتها باهت بشرة بيضة يعني تايب 1 and تايب 2 نعم. والجهاز الثاني هو جهاز الاندياج جهاز الاندياج هو للبشرة السمراء الحقيقة الست اللي عندها شعر وبشرتها سمراء وجهاز الدايود ليزر اللي هو للبشرة 2 و3 و4 الحقيقة برضو نتائجه منيحة بتتراوح بين 70-80% وأقوى جهاز موجود هو الألكسندرايت بس هو الحقيقة للبشرة البيضاء نعم والجهاز الرابع هو الاي بي ال اللي هو طيب بس احنا يعني ما في عندنا مركز ولا طبيب موجود عنده الاربع اجهزه يعني اللي موجود بيكون جهاز واحد الحقيقه في مجموعه من الاطباء عم بيتعاونوا مع بعض نعم. هذا الطبيب مثلا عنده ألكسندرايت هذا عنده فبيحول الحاله الحالة حسب الحقيقه نعم. شايف الحقيقه في هناك ضمير عالي عند الزملاء في هذا الموضوع نعم. طيب دكتور اللي بدي اقوله مش انه والله هذا جهاز خلص بده يعالج كل انواع الشعر بالزبط. ولكل انواع البشرات نعم. وبيؤدي لنتائج حسب نوع البشره الحقيقه بنختار جهاز الليزر بنختار طول الموجه المناسبه اللي ما بتحرقش البشره وفي نفس الوقت بتدمر نعم. البصيل هل استخدام الليزر في وقت مبكر ضار على ال... يعني نعم. في وقت معين للصبايا مثلا يستخدمه في اي وقت في اي سن في اي عمر نعم. طيب اسئله سريعه برضو عشان نلحق في وقت البرنامج دكتور رياض هل استخدام الليزر لازاله الشعر محدد بمناطق معينة ولا بأي منطقة في الجسم ممكن أن ممكن إزالة الشعر من أي منطقة في من أي منطقة حاجة. هل يؤدي استخدام الليزر إلى ظهور أمراض جلدية نتيجة استخدام الليزر لإزالة الشعر الحقيقة الليزر جهاز آمن جدا وإذا حصل هناك يعني أعراض جانبية للليزر مثل حروق فهذا بالي الحقيقة خطأ طبي أو خطأ في الشخص اللي قام بعمل الليزر يعني استخدم طول موجة أعلى ما استخدمش الليزر المناسب لنوع البشرة هو أنا معي سؤال هل يؤدي إلى يعني كويس أنك أنت جاوبت هذه الطريقة بس هل يؤدي إلى ظهور سرطان الجلد مثلا لا الليزر بالزبط. لا يخترق الجلد بالزبط. عشان هيك يعني هو آمن ولكن ظهور إذا كان في بقع أو حروق هذا سوء استخدام أو عدم معرفة سوء استخدام أو عدم مهنية وعدم نعم. معرفة وعدم تدريب كافي برأيك دكتور رياض كل قديش ممكن السيدة أن تزيل الشعر بالليزر يعني إذا شلته هل هذا يعني طول العمر وداش تشيله شوف عدد جلسات الليزر
بالأجهزة اللي أنا ذكرتها الحقيقة الأكستاندرايت أو الدايود أو الاندياج، إذا ما كانش في مشكلة هرمونية أو بعد تلقي علاج هرموني، وإذا استخدمنا مع هاي الأجهزة الحقيقة كريم الفلورنيتيدين بين 8 إلى 12 جلسة، لازم الست تحصل على نتيجة ممتازة. إيش يعني ممتازة؟ ما هو برضو يعني شو النتيجة ممتازة يعني نسبي. لما ظهر الليزر جرى الحديث عن مفهوم إزالة الشعر بالليزر، ليزر هير ريموفل. الآن الحقيقة الحديث بيجري عن ليزر هير ريدكشن، تخفيف الشعر، بمعنى أنا بعتبر النتيجة ممتازة إذا جرى تخفيف الشعر عند المرأة بنسبة 80 إلى 90%. صحيح. وبالتالي حتى بعد انتهاء الجلسات 8 أو 12 اللي عملتهم أو 13 أو 10، أنا بنصح دايما أنه الست كل سنة تتوجه للطبيب من أجل عمل جلسة بنسميها يعني مينتنس. لو الست ما لا تعاني من الشعرانية وبس عندها الشعر الطبيعي، هل بتنصحوها بإجراء الليزر؟ حسب رغبتها، يعني الليزر ما لهش أعراض جانبية ولا أضرار. نعم. فإذا هي الست مثلا بكيني لاينز ممكن، يعني هذا حسب رغبة الست الحقيقة، ولكن هل هي ضرورة طبية؟ لا. صحيح لا, لا. بس يعني بالضبط. إذا هي حابة تتخلص من الشعر اللي موجود في منطقة العانة أو تحت الأباط هذا حقها. شو اللي سؤال دكتور، شو اللي بيخلي الشوارب يطلعوا خفيفة عند السيدات وأحيانا اللحى؟ احنا جاوبنا طبعا أنه قد يكون هناك بعض الأمراض العضوية. دكتور رياض، الليزر أصبح اليوم يعني هو ثورة في علم طب في طب الأمراض الجلدية، وأصبح يستخدم بشكل كبير جدا، ولكن يا ترى هل الشعرانية ممكن أن يصاب فيها الرجال؟ هل تتعاملوا معها بنفس الطريقة؟ يعني في رجال شعورين جدا، وخاصة الرياضيين اللي يعني بربوا عضلات كمال الأجسام، السباحين الحقيقة بيلجأوا للليزر لإزالة شعر ظهرهم وصدرهم بالليزر. وممكن يعني شو نتائج الليزر عند الرجال؟ الحقيقة بتخف كتير، بصير الشعر أنعم وبخف نسبته الحقيقة. دكتور رياض كمان، يعني هل هناك رصد لبعض يعني مضاعفات آخر، يعني آخر شيء قبل ما نختم، هل تم رصد مضاعفات لاستخدام الليزر في علاج الشعرانية؟ لا، الرصد والدراسات بتشير الأعراض الجانبية للليزر مرتبطة ارتباط وثيق بعدم مهنية الشخص اللي قام بعمل الليزر. استخدامه على الوجه مقبول. مقبول. استخدامه في أي منطقة بالجسم برضو مقبول، ما في أي مشكلة ولا في له أي مضاعفات. دكتور رياض، قبل ما نختم حلقتنا نصيحة أخيرة لكل الأخوات والإخوة بشكل سريع قبل ما نختم. يعني أنا نصيحتي الحقيقة لازم نعتبر موضوع الشعر الزائد مشكلة طبية ومشكلة هرمونية، وخاصة إذا ما كان الشعر الزائد في مناطق غير معتادة الظهور فيها. عشان هيك يجب التوجه للطبيب، مشاورة الطبيب أولا، الوصول للسبب أولا، تحديد السبب. بدون ذلك رحلة العلاج بمزيلات الشعر على اختلافها بما فيها الليزر هي رحلة فاشلة مسبقا. يعني شكرا جزيلا، أنا يعني الشعر عندي راح، ما استخدمتش ليزر. بتمنى أنا موعدك في البرنامج القادم راح أحلق زيك. جميل. دكتور رياض، طبعا أنت ضيف عزيز دائما علينا، وأنت دائما مصدر المعلومة الطبية الصحيحة والنصيحة الطبية الصحيحة. شكراً. أشكرك جزيل الشكر. شكرا. قبل ما نختم حلقتنا لليوم أعزائي المشاهدين، نرجع بنأكد بشكل سريع على أنه مرض الشعرانية هو اليوم أصبح مرض وليس ظاهرة، وبالتالي وبحاجة إلى مراجعة الطبيب قبل اللجوء إلى أي مراكز تجميل وقبل إزالة أي نوع من الشعر. علينا التأكد من خلو الجسم من بعض الأمراض مثل الغدة الدرقية وكسلها، مثل تكيس المبايض، مثل بعض الأورام، لأنه قد يكون وجود الشعر الزائد هذا يكمن خلفه مرض يجب علاجه قبل البدء بالتخلص من الشعر الزائد. نتمنى كمان من زملائنا وإخواننا وأصدقائنا في مراكز التجميل، أنا ما بدي أقول ما تشتغلوا وما تعملوا، لا، بس يا ريت لما بتوجه لكم حدا من الأخوات عليكم بتوجيههم في البداية إلى طبيب أمراض جلدية وطبيب نسائية من أجل
وضع تشخيص عشان انت برضو الناس اللي بين ايديك هدول امانه يجب انه انت توفيهم حقهم. في نهايه حلقه اليوم انا الدكتور اشرف وطاقم العمل معي اشكركم والى اللقاء.